الاشعاع نفسه في حاجه كلمه اسمها الراديانس وفي الراديشن، في منه كذا نوع، في حاجه اسمها دايركت بيم تمام او بيم راديشن اللي هو بينزل مباشر على اللون، في اشعه شمس بتخبط في مثلا في سحابه وبتنزل تمام ريفلكتد راديشن، في حاجات بتخبط في جسم هنا مثلا تمام في الارض وبعد كده تروح تعمل راديشن. انا اهم واحد فيه عندي اللي بيأثر عندي تأثير كبير اللي هو الدايركت راديشن والعمودي على اللوح زي ما قلنا تمام. طب انا ممكن يعني انا هل مداني اني اتحكم في الضوء، يعني مثلا اسلطه انا مش هتحكم في الضوء، انا مش هتحكم في الضوء، ركز، انا هميل اللوح، انا زي مرايه كده، انت بتميل المرايه بحيث تجيب لك اقصى صوره ممكنه صح؟ فانا الفكره انا مش هتحكم في اللوح ولا هتحكم في المكان اللي انا هركب فيه، انا عايز اركب هنا في الرياض هركب في حته معينه، بس اللعبه كلها فين؟ اللعبه كلها في الميل بتاع اللوح اهو، الميل ده بتاع اللوح تمام؟ لان كده كده الاشعه دي مره هتبقى مايله عليها اثناء ما لسه بتشرق الشمس، وبعد كده هتبقى مايله بزاويه مختلفه في الظهر مثلا عمودي تمام؟ هو اكتر واحد بيأثر العمودي بس الباقيين بيأثروا تمام؟ فانا مش هتحكم في الشمس، هتحكم في ميلان اللوح، والحته دي انا اخدها مهمه جدا، ان في الواح بتركب على ستيل ستراكشر بيركب عليها موتور موتورايزد فريم بحيث يعمل تراكنج للشمس، الشمس لسه طالعه يبقى زي الدش بالظبط، فانت بتصحى الصبح مش الارض بتلف حول نفسها وحوالين الشمس، ليه الدش بيبقى حاطه في اتجاه عرض سات مايل زاد ثابت؟ لان هم بيعملوا القمر الصناعي اللي بيرسل لك الاشاره بنفس سرعه الارض، فانت لو دي الشمس او القمر الصناعي تمام وانت ده طبق الدش، فانت دايما عايز تبقى مواجه ليه، لان لو القمر الصناعي لف شويه هيجي في ظهر مثلا الدش فما فيش اشاره، فبيعملوا حاجه اسمها اوتو تراكنج بموتور، بس ده غالي، في ناس ما بتركبش مواتير ويلاقي كل شويه الموتور ده نفسه عايز صيانه ومش عارف ايه، فقال لك والله حتى هنا في سلايد كده